رح نبدا اولى محطاتنا لليوم ورح تكون من المساحه الطبيه. احتشاء عضله القلب او ما يعرف بالنوبه القلبيه حاله خطيره وممكن تفقدنا اشخاص احباء علينا. شو سبب احتشاء عضله القلب وكيفيه طبعا العلاج، وهل ممكن ببعض الحالات من الوقايه للوصول لهي الحاله الخطيره؟ كل هالاسئله رح يجاوبنا عليها ضيفنا بصباحنا لليوم الدكتور احمد العايد، استشاري بامراض القلب والاوعيه والضغط الشرياني. صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا جزيلا لكم. صباح الخير. صباح الصحه والسلامه يا دكتور. الله يعطيكم العافيه. يعني اليوم قبل ما نفوت بالتفاصيل، شو معنى احتشاء عضله القلب؟ احتشاء عضله القلب يعني انسداد مفاجئ لاحد الشرايين المرويه للعضله القلبيه، بنسميها الشرايين الاكليليه. حدوث انسداد مفاجئ فيها بيؤدي لانقطاع الترويه عن جزء معين من القلب، بيؤدي الى تليف هالمنطقه اللي هي مرواه بها الشريان، وحدوث احتشاء فيها، خروجها عن الخدمة القلبية خلينا نقول، أو عن العمل العضلي المنوط فيها اللي هو ضخ الدم. طيب دكتور، عادة يعني مثل هاي الحالة أكيد لها أسباب كتير، شو الأسباب اللي بتؤدي إلى احتشاء عضلة القلب؟ الحقيقة في شيء بنسميه عوامل خطورة قلبية، يعني العوامل اللي ممكن تؤدي لحدوث احتشاء عضلة قلبية. أهمها هو التدخين والإصابة بالسكري، ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، البدانة، قلة الحركة، بالإضافة للشدة النفسية. الآن في تسليط ضوء أكثر الحقيقة على موضوع الشدة النفسية، هي الحالة اللي عم نشوفها أكثر شيء تماما، أنه ممكن تكون هي سبب مباشر لهالموضوع هذا. طبعا تمام. طيب دكتور، بنسمع دائما أنه أوقات العمر ممكن يكون مسبب لاحتشاء عضلة القلب، هل هذا الشيء صحيح؟ ويمكن حتى بيقولوا الأعمار الصغيرة هي قاتلة لما بصير في احتشاء عضلة القلب، خلينا نعرف صحة هي المعلومات. صحيح، احتشاء العضلة القلبية ممكن يصير بأي عمر. هو صحيح أكثر عند الكبار شوي بالعمر، لكن ممكن يصير عند الشباب، وفي تزايد حتى بنسبة احتشاء العضلة القلبية عند الشباب. عم يكون الحياة قوي وقاتل لأنه ما في تروية جانبية، مع العمر بصير في شعريات جانبية، تروية جانبية ممكن تقلل من خطورة الاحتشاء نسبيا. هو دائما خطر الاحتشاء الحقيقة، عند الشباب ما في هيك شيء، عم يجي بشكل مفاجئ، بشكل قوي، بشكل صادم، وعم يكون له تبعات ممكن تؤدي إلى الوفاة طبعا بهيك حالة. طيب دكتور، شو ممكن يكون خليني أقول إجراءات هي عم تؤدي لتعاظم مثل ما قلت عوامل الخطورة المسببة؟ شو هي الحالات اللي ممكن الشخص يحاول ما يوصل فيها لهي المرحلة؟ طبعا هلا الحقيقه هي الوقايه بمحاربه او مكافحه عوامل الخطوره اللي حكينا فيها. هلا في عوامل وراثيه ما له دور فيها الانسان، مثل تاهب للسكر او ارتفاع الضغط او ارتفاع الشحوم، ممكن يكون احيانا وراثي او عائلي. كثير عم بيكون مرتبط مرضى السكري مع امراض القلب. صحيح صحيح. لكن في عوامل ممكن نعاكسها او نحذفها حتى، مثل التدخين، خاصه تدخين الارجيله، هي ممكن نحذف هذا العامل، وممكن نعمل وقايه كامله للمريض اذا وقفنا التدخين مثلا او وقفنا الارجيله، لانه هي عامل خطر اساسي خاصه عند الشباب، وهي عم تؤدي في رياضه دائما. تمام. فهي عوامل الخطوره مثل ما قلنا، مع حياه صحيه بشكل عام. ايقاف التدخين عم ينقص من الخطوره، عم ينقص نسبه الوفيات، عم ينقص السكته القلبيه اللي ممكن تصير بهيك حاله، اللي ممكن تكون هي ناتجه عن احتشاء عضله قلبيه او من اشياء ثانيه غير احتشاء العضله القلبيه طبعا. نعم. دكتور دائما بيقولوا انه في حال كان في اي مؤشرات لاي مرض ونحن يعني تنبهنا لهي المؤشرات بشكل جيد، ممكن نحن نحمي حالنا. احتشاء عضله القلب، هل ممكن انه يكون في اعراض تنبئ بحدوثها لحتى كل شخص يمكن يتلافاها قدر الامكان، او لا تجي فجاه مع الانسان؟ طبعا احتشاء العضله القلبيه هو حدث مفاجئ الحقيقه، لكن ممكن يكون في اعراض منبئه له. ممكن يبدا بالام صدريه خفيفه تستمر لفتره معينه بعدين بتطور الاحتشاء. ممكن يكون الانسداد اللي عم نحكي عنه بالشريان تدريجي، عم يصير شوي شوي بعدين بصير في انسداد كامل. هذا ممكن ياخذ دقائق، ممكن ياخذ ساعات احيانا لحتى يتكامل احتشاء العضله القلبيه. التداخل بهالوقت هذا على المريض علاجيا، التداخل عليه بيحميه من تبعات احتشاء العضله القلبيه والسكته اللي ممكن تصير بعدين، السكتة اللي هي طبعا توقف القلب، يعني توقف القلب عن العمل.
التداخل عليه دوائيا او عن طريق القسطره، عن طريق توسيع الشريان باستخدام التقنيات الحديثه، البالون والشبكه طبعا صارت معروفه كثير هي الموضوع، بينقذ المرضى من حدوث اولا وفيات، ثانيا من حدوث اختلاطات الاحتشاء اللي اهمها هو دخول المريض بقصور قلب تالي الاحتشاء العضلي القلبيه. التداخل عليه باكرا بالفترة الأولى اللي هي الدقائق الأولى إلى ساعة أو ساعتين الأوليات من حدوث الأعراض كتير مهم، لأنه بينقذ فعلا عضلة القلب، ممكن ترجع الحياة للعضلة المحتشية اللي تندبت أو اللي صار فيها بداية عملية تندب، ممكن عاكس هالعملية وترجع العضلة القلبية للعمل، ممكن تماما بالساعات الأولى بالفترة الأولى من احتشاء العضلة القلبية. الفترة الذهبية هي الحقيقة 30 دقيقة، أول 30 دقيقة هي الأهم، هلأ بعد هيك بتنقص، بضل حتى ساعتين في أمل كتير كبير، لكن بعد هيك صفى موضوع التداخل جيد مفيد لكن مو منقذ لعضلة القلب مثل ما بيكون خلال الدقائق الأولى، خلال 30 دقيقة الأولى. نعم دكتور، دائما بنسمع صرنا بهي الفترة للأسف عن وجود حالات صغيرة بالعمر عم تنصاب بالجلطة القلبية أو احتشاء عضلة القلب. الناس كثير بتستغرب بتقول لك بعده صغير، مثلا شاب عمره 35 سنة أو 40 سنة أو صبية، كيف صار معه هي الحالة؟ خلينا نحكي كمان عن العمر، قديش العمر نفسه تغير، ما عاد والله اللي عمره كبير هو بس اللي ممكن معرض انه ينصاب بهال. ما بدنا ننسى انه في امراض وراثيه ممكن بينصاب فيها الانسان وما اكتشفها، وهي بيجي دور الفحص السرير ممكن نعمل للمريض والاجراءات التشخيصيه البسيطه، تخطيط القلب وايكو القلب. نضرب مثال اعتلال عضله قلبيه ضخامه، يعني ضخامه عضله قلبيه، هي مرض وراثي بينتقل عبر المورثات. هذا المرض ممكن تشخيصه بسهولة فائقة بإيكو القلب، إيكو القلب الموجود بالعيادات المتوفر بكل عيادة قلبية. في اضطرابات كهربائية في القلب مثل تطاول موجة بنسميها QT، زملائنا الأطباء رح يعرفوا هذا التعبير شو هو، المهم هو شذوذ كهربائي بكهربائية القلب يمكن اكتشافه بتخطيط القلب الكهربائي. هي من الأسباب اللي بتؤدي لحدوث وفاة قلبية ممكن عند الشباب عند الصغار بالعمر. مشكلة وين؟ أنه بوجود هيك أمراض وبياخد المريض أحياناً أدوية تانية، هالأمراض القلبية الخلقية غير مكتشفة، وممكن يستعمل أدوية غير قلبية مثل مضادات الالتهاب. هلأ شائع كتير الأزيثروميسين مثلاً، زمرة الماكرولايد تستخدم مشان الكورونا، فاستخدامها مثلا عند مريض عنده تطاول كيو تي، يعني هالشذوذ الكهربائي الموجود بتخطيط القلب ممكن يؤدي للوفاة. وذكرت حالات وفاة الحقيقة نتيجة استخدام هالزمرة الدوائية عند هيك مرضى، والمشكلة انه ما كان مشخص، ما كان معروف انه عنده هيك شيء، مع انه هذا اجراء بسيط تخطيط قلب كهربائي بيكتشف هالحالة هي. في حال دكتور شخص تعرض لاحتشاء عضلية قلبية وكتب له النجاة من هذا الشيء، كيف بيصير نمط حياته بعدين؟ قديه يمكن يكون في حذر بنمط الحياة ومن كل الأسباب اللي أدت لاحتشاء العضلة؟ تماما، الحقيقة هو بيتبع حجم الاحتشاء. يعني في احتشاء صغير، في متوسط، في كبير. في احتشاء مثلا ممكن يشمل معظم الجدار الأمامي، هذا كتير خطير، الاحتشاء الأمامي الواسع مثلا. أما في احتشاءات جانبية صغيرة، احتشاءات بسيطة صغيرة، يعني الشريان المصاب بيكون صغير، فبيكون أثرها على صحة القلب قليلة، وبالتالي بيرجع لحياته الطبيعية سريعا. ممكن تسبب احتشاء كبير بالمستقبل يعني؟ طبعا، هو اللي صار بشريان صغير ممكن يصير بشريان كبير إذا استمرت عوامل الخطورة. هلأ بعد الاحتشاء الأول خلينا نقول طبعا بده يدخل المريض بنظام حياة جديد، بالتأكيد بده يصير برمجة حياته بدها تختلف من حيث مأكله، من حيث مشربه، من حيث العادات اللي كان يقوم فيها سابقا ما بيقدر يقوم فيها بنفس الوتيرة. مثلا إذا كان يلعب رياضة بده يتعدل نمط الرياضة، ما بنمنعه من الرياضة كليا حتى إلا بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الأولى الحادة طبعا، بس بعدين لا، مطلوب يرجع يمارس الرياضة بشكل مبرمج. بالنسبة للأكل، الغذاء الصحي، الابتعاد عن الدهون والسكريات، تخفيف النشويات، الاكثار من الخضار والفواكه مثلا،
هي هذا انماط ضروريه جدا يتبع من اصيب باحتشاء عضله قلبيه. الاهم هو الحقيقه موضوع معاكسه عوامل الخطوره. هلا مدخن ورجع للدخان ممكن يتكرر احتشاء العضله القلبيه، حتى لو عمل مداخله على الشريان، لو وسع الشريان ولو حط شبكه، وحتى لو عمل عمليه قلب بنسميها مجهزات اكليليه تبديل الشرايين، رجع يدخن ممكن تسكر، ممكن ترجع تسكر الشرايين. يعني هو ما قطع السبب الرئيسي. تماما ما قطع السبب الرئيسي. حتى بنسمع شرب الكحول كمان طبعا 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 الضار على شرايين القلب. هو الكحول موسع شرايين بيقولوا، لكن هو موسع للشرايين السليمه وليست المريضه. فبيعمل شيء بنسميه متلازمه سرقه، بصير ياخذ الدم من الشرايين المريضه لصالح الشرايين السليمه، فبزيد المشكله على الشرايين المريضه. هي مشكله الحياه بدون بالتاكيد. نمط الحياة بشكل عام، يعني نحن دائما بنقول بعد احتشاء العضلة القلبية بده يدخل ببرنامج إعادة تأهيل، إعادة تأهيل قلبي بيشمل كل شيء بحياته. مثل ما قلنا أهم شيء قطع العادات السيئة. نعم. طبعا من ضمنها كمان، من ضمن كل شيء حكيناه، بدنا نرجع نأكد على موضوع الحالة النفسية. اللي أثبتت الدراسات أنه الاكتئاب واضطراب الحالة النفسية بعد احتشاء العضلة القلبية بيزيد المشكلة القلبية وبيرفع نسبة الوفيات، وممكن يقلل نسبة الشفاء، وبيقلل حتى الاستجابة الدوائية، الاستجابة للأدوية عند الناس اللي عندهم اكتئاب بتكون أقل بكتير من الناس اللي طلعوا من هالحالة النفسية سريعا. معظم مرضى الاحتشاء بيدخلوا حالة اكتئاب بالفترة الأولى، لكن بعضهم بيتعافى بسرعة، بعضهم بيطول شوي، بعضهم بتستمر معه الحالة بشكل دائم مثلا حسب درجة الحالة النفسية عنده. نعم. دكتور قبل ما نختم حديثنا، يمكن كثير من الناس ما بتروح لعند الطبيب إلا بالحالات الخطيرة، ويمكن بأمراض القلب بتكون حالة إسعافية، مثل ما قلت في ناس ما عم تكتشف بعض الأمراض عندها أو ما بتروح حتى تعمل كشف دوري، تقول ما عم حس بشي. شو النصيحة الأبرز اللي بتوجهها لكل شخص انه ممكن يقدر ينقذ نفسه اذا راح باكرا لعند الطبيب وعمل طبعا الفحوصات اللازمه؟ بدنا نفرق بين نوعين، نوع في عنده قصه عائليه وراثيه، ونوع ما في قصه عائليه او وراثيه. النوع الاول اللي عنده قصه عائليه وراثيه لازم يراجع باكرا، يعني لما يصير وفاه باكره بعائله معينه، كل افراد العائله لازم يفحصوا حالهم من الناحيه القلبيه باجراءات البسيطه، باجراءات البسيطه بالفحص السريري عن طبيب قلبيه، تخطيط قلب، ايكو قلب، ضروري جدا هي الاجراءات، وبتكتشف هالحالات الخطره اللي عم نحكي عنها اللي ممكن تكون هي سبب الوفاه. اللي ما عندهم سوابق عائليه ممكن بعمر معين والبعد الأربعين مثلا يكون في فحص دوري. الآن بالذات عند المرضى اللي عندهم عوامل خطورة، مرضى المدخنين، مرضى السكري، لازم بشكل دوري يشيكوا على القلب، لازم يفحصوا القلب بشكل دوري. مرضى الضغط كمان بشكل دوري كل فترة حسب حالته طبعا، هي طبيب المعالج هو اللي بينصحه بالفترة الدورية أو التلقائية اللي بده يعمل فيها فحص للقلب والشرايين. كتير بنتفادى حالات قد تكون خطيرة جدا من خلال هالفحص قبل ما تظهر سريريا، قبل ما تتكامل، قبل ما يحس فيها الإنسان. ثانيا بوجود أي أعراض قلبية مراجعة الطبيب بأسرع وقت. الأعراض القلبية خاصة موضوع الألم الصدري، أوقات بنسمع بيقولوا عم يجيني نخزات كثير ما بعرف تمام. شو السبب. هي مو شرط تكون كل ألم صدري هو قلبي، مو شرط يكون هو ناتج عن احتشاء أو نقص تروية، لكن القاعدة الطبية بتقول أي ألم بين الحجاب الحاجز والفك السفلي يجب إجراء تخطيط قلب له، يجب إجراء فحص قلبي، وإجراء حتى إيكو قلب بحالات معينة لنفي أنه السبب الألم أو النغزة أو الوجع أو أي شيء هو القلب. رغم أنه يعني ممكن يكون في أسباب تانية مثل ما قلنا، أسباب عضلية أو عصبية، لكن الأخطر الأهم هو الأسباب القلبية، لذلك لازم ننفيها من البداية. تمام، أكيد. شكرا كثير لك دكتور على هاي المعلومات الفعلا قيمة، يلي لازم كل شخص يمكن يكون على قدر المسؤولية ويحاول دائما يعمل كشف في حال منركز دائما وجود حالة وراثية بالعائلة. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور أحمد العايد استشاري بأمراض القلب على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم، الله يعطيكم.